زي المثل اللي يحسب الحسابات. ايوه ده انا عارفه انت قلته لي قبل كده. ايوه في الهنا يبان. تمام. مقتنع ولا ايه؟ الله انت رايح فين يا ابني؟ انت رايح فين؟ عم جميل اللي بيتابع مسلسل حلقه خاصه هيبقى سعيد جدا باللقاء النهارده اللي هنعمله، لان المسلسل هو نفسه كمان حلقه خاصه. عم جميل بيطل علينا بوجهه الطيب الجميل لدرجه ان انت تبقى عايز تروح تقابل عم جميل ده شخصيا، او يا ريت يبقى عندي عم جميل في حياتي. واللي هي فكره الابوه اللطيفه، الابوه مع الصداقه، اللي هي في ابوه وصداقه وحاله جميله جدا بينه وبين الفنان طه الدسوقي. ناس كتير جدا سالت مين صاحب هذا الوجه المريح، رغم انه فنان عظيم وعنده اعمال كتيره مختلفه وملحن كمان رائع وموسيقي مبدع، واستمتعنا وارتبطنا بالموسيقى بتاعته الحقيقة سنوات طويلة من خلال موسيقى تصويرية قدمها، ألحان كتير مختلفة لمجموعة من أفضل الأفلام والمسلسلات والمسرحيات ولنجوم الصف الأول، قدم كمان ألحان كتير جدا في أفلام كتير، عمر وسلمى لو حضراتكم في الجديد اللي بتشوفوه أجزاءه الثلاثة، في كمان خطة جيجي، الدادة دودي، وقدم كمان حاجات يعني مختلفة، مرجان أحمد مرجان، ومسلسلات كمان يعني لو قعدنا نتكلم عليها فكركم مثلا بتامر وشوقية، مسرحيات زي ما بقول كان كمان ليه دور كبير فيها زي عفروتو، قصة الحي الشرقي، يعني حاجات كتير متنوعة جدا قدمها. فخليني أقول إنه الحالة الخاصة اللي أنتوا بنتكلم عليها هو حالة فنية، فهو ده الفنان يقدر يعمل كل حاجة. في ضيافة التاسعة الفنان نبيل علي ماهر، منورني. الله يخليك، ده نورك. منورني النهاردة شفك. وأنا حبيت أقول كل الأعمال دي لأنه ناس كتير عارفاك وناس كتير ما تعرفش كل هذا المجهود الكبير. وبيسألوا مين الراجل الجميل اللي في المسلسل ده. هو طبيعة الشغل كموسيقى تصويرية وكده وملحن ما بيبقاش معروف للناس، يعني هم بيبقى عارفين الاسم بس ما بيعرفوش الاسم مع الوش، يعني ما يعرفوش. لما الواحد بيطلع بقى في دور تمثيلية أو تمثيلي يعني وكده الناس بتعرفه على طول. النهاردة الناس بتقابلني على طول، عامل جميل. النهاردة كنت في معرض الكتاب، حاجة غريبة جدا. الحمد لله. يعني المسلسل عامل حالة حلوة جدا مع جدا الناس، حالة جدا خاصة جدا. والحالة اللي بينك وبين البطل طه الدسوقي كمان حالة خاصة، ظهر ناس مفتقدة الأبوة اللذيذة دي. يعني هو كلنا مفتقدين الحقيقة عم جميل في حياتنا من زمان، يعني ده صحيح. الإيمج ده لطيف قوي. أيوه. النموذج ده جميل جدا ويا ريت يبقى موجود في كل حياة كل الناس. صح. مش لازم يبقى عنده توحد أو حاجة. صح. وبعدين طه الدسوقي الحقيقة فنان رائع متميز رائع. جدا جدا وموهوب، يعني احنا منبهرين. دي أول مرة تشتغل مع طه الدسوقي؟ أول مرة. احنا منبهرين بيه جدا، بس هو هيبهرنا أكتر بكتير بعد كده، لأنه هو انا عارف بقى موهوب قوي قوي قوي. هينطلق. الكواليس بينكم كانت عامله ازاي جوه المسلسل؟ لا حاجه مريحه جدا. هو الكرو كله كان لطيف قوي 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 قوي. الناس كلها لطيفه، وانا عارفهم طبعا معظمهم يعني بصفتي قديم في الوسط، يعني من انا ملحن وكده وموسيقى تصويريه وكده. غاده مثلا اعرفها من ايام عبود على الحدود طبعا. بس كمان هي بتقدم دور جديد غاده عليه. كله في حاله نضج شديد. طب خليني ارجع لعم جميل. اولا التكوين، المكتبه، فكره الكتب، فكره المكتبه، فكره وجودك انت بالاخلاق وانك بتعلمه، وانك بتعلمه الحياه وبتعلمها له بلطف، يعني في ما بينكم كمان ايه، ما بنحسش حتى فرق العمر، في صداقه كده. فدي حاله حلوه جدا. هو الحقيقه المفروض كده، احنا بنفتقد برضو. اصل القرايه مهمه قوي قوي قوي، احنا التكنولوجي طاغت شويه، ما بقيناش نقرا الكتاب نفسه. قيمه مهمه قوي الواحد. صحيح. اللي بيحب يقرا الورق
بيمسك الورق كده ويشمه موضوع تاني خالص، ما يعرفوش غير اللي بيقروا يعني. أكيد. وأنا صاحبه الوحيد، لأنه طبعا هو محتاج حد يحتويه ويبقى صحيح. فالأبوة برضو نموذج لطيف قوي. أنا مع الأعمال من النوع ده جدا، لأن إحنا يمكن بعيدنا شوية عن الدفء في المشاعر. صحيح. الشباب لما قابلتهم النهارده في معرض الكتاب قالوا لك ايه؟ لا 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 مش هتصدقي، ده انا اتصورت كميه صور النهارده في الناس كتير قوي. عم جميل عم جميل، ممكن اتصور مع حضرتك وبتاع. ايوه كتير جدا جدا جدا. انا بحبك قوي يا عم جميل. الشباب عايزين الحاله بتاعتك. ايوه الحاله دي، ما احنا هي دي اللي بنفتقدها فعلا. الناس انشغلت بالامور الحياتيه والدفء قل جدا الظاهر. انا طبعا مش واخد بالي لان انا من جيل الدافئ جدا. بس الظاهر كده يعني الحمد لله. الشباب زي ما بنقول على قد يعني، انا يعني بقيت احس المشهد اهو ما بينك وبين طه الدسوقي، بقيت ابقى عايزه ايه، عايزه دايما يبقى في مشاهد اكتر يعني. بزعل لما مشاهدكم تخلص، لانه انت بتعلمه حاجات كتير. بتعلمه الحياة، بتعلمه الصدق، بتعلمه يعمل ايه، والتأثير اللي موجود جواه. فانت يعني الشباب مفتقدين، مفتقدين ده في البيوت، مفتقدينه في الجامعة، مفتقدينه في المدرسة، في الشارع. ما هو أكل عيش وخلى الناس تسافر وتبعد ورا أكل عيشها، والبيوت تفككت شوية نتيجة كده يعني. الدفء ده مفتقدينه طبعا كلنا يعني في حياتنا. أكيد. دلوقتي غير زمان خالص. طب أنت دلوقتي يا عم جميل، أنا عايز أرجع بقى ليه للفنان نبيل علي ماهر الصغير. لسه أول ما بدأت على الأورج بتاعك اللي كان دايما بيبقى مبهر، والموسيقى. مين كان الرمز؟ مين اللي كان بيشدك؟ مين العراب بتاعك؟ مين عم جميل بتاعك؟ كان في عازف أورج زمان جدا جدا جدا، هو المنتور بتاعي يعني، المثل الأعلى بتاعي. كنت دايما أقعد بشورت صغير كده جنبه وهو بيلعب في، كان في متينيهات في مكان ما يعني. كنت بروح، أنا كنت ما أقدرش أسهر يعني، كنت صغير. كان اسمه ميشيل زراعي. هو هاجر كندا، وأتمنى أنه يكون بأحسن حال يعني. أنا ما أعرفش طبعا تفاصيل حياته دلوقتي، بس هو كان عازف مبهر وهو كان مثلي الأعلى. هو مثلك الأعلى، هو اللي شدك لعالم الموسيقى. لا أنا مشدود من عالم الموسيقى من الأول. هو كعازف. هو كعازف هو مثلي الأعلى، ميشيل زراعي. بس أنا بقى ألعب مزيكا من قبل ما أتكلم يعني. أنا الكلام ده مش في ساعات لما بقوله بيتصوروني ببالغ. لا لا، انا اتاخرت في الكلام شويه، وكنت بلعب مزيكا قبل ما اتكلم فعلا. كان في سن كام يعني؟ سنه ونص سنتين كده كنت بلعب. سنه ونص كنت بتلعب مزيكا؟ كنت بتلعب ايه؟ اكورديون صغير. ايه بقى كده. ايه بقى؟ مجرد بس سماعي كده. طبعا سماعي. مظبوط. قوي. شرقي ولا غربي؟ اللي يجي تحت، اللي يجي تحت عيني. ايه اول مقطوعه محترفه وفي سن كام؟ محترفة أنا ابتديت أحترف وأنا عندي 16 سنة. كان وأنا كنت شاطر، كنت بلعب من وأنا صغير قوي قوي قوي، فكنت شاطر شوية على سني يعني، على بداياتي كنت بلعب. فكان في مزيكا اسمها تيكو تيكو كده، كنت بلعب مشهور قوي بيها لأنها كانت سريعة جدا، وكنت عفريت كده وأنا بلعبها، كنت مبسوط. دايما الموسيقيين والمهرة والعازفين بيبدأوا في سن صغير قوي. يعني يبدو هي دي افضل السنوات اللي بتكون فيها الموهبه في قمتها يعني. لا الحكايه دي اصلا مش اختيار يعني. انت لما ربنا بيدي حد موهبه متميزه شويه، سواء رسم، مزيكا، هنا، تلاقيه وان هو صغير خالص بيبان عليه على طول، بتظهر عليه الاعراض الموهبه دي على طول على طول. جدا. مشيت انت في سكه الموسيقى كتير وعملت اعمال كتير وعلاقتك طبعا بالفور ام يعني علاقه اسريه وعلاقه برضو فنيه كبيره. الفور ام بعد ما خلصت مزيكا تقريبا. يعني انا ابتديت عندي 16 سنه، من سنه 70 بيشا في اواخر الفرق بقى. انا كنت بلعب في فرقه، وبعدين كانت قبل بلس 5 دي اول فرقه خالص سنه 70. وبعدين بقى مستواي اتحسن شويه، اروح فرقه تانية، فرقه ثالثه، اتنقلت فرق لغايه ما وصلت لبتيشا. لبتيشا كانت من اشهر الفرق طبعا. وبعدين بعدها رحت الكاتس، وبعدين اتعرفت بقى بالفور ام، وبعدين اتجوزت واحده منهم. ايوه خلاص كملت كل الموسيقى. طب يعني دلوقتي انت الاعمال كتيره التمثيليه اللي شدك دلوقتي التمثيل،
ولا برضو لسه الألحان موجودة ممكن بتقدم حاجات؟ لا أنا تقريبا بطلت مزيكا لأنها المزيكا لطيفة قوي أنت بتسمعيها، إنما وأنت بتشتغليها مرهقة جدا و... طبعا يعني في شد عصبي جامد جدا. فأنا دلوقتي ممثل يعني إن شاء الله. التمثيل بالنسبة لي لطيف جدا وسلس ومناسب لمرحلة السنية. ما فيهوش أي ضغوط عصبية يعني، ماكسيمم مثلا التصوير بيتأخر مرة بالليل. طب هو أقرب للمرحلة دلوقتي وأسهل، لكن مين اللي قريب للقلب؟ لا المزيكا أصلها المزيكا كمزيكا دي أحلى حاجة في الدنيا يعني. أنا بس أسمع بقى، مش ألعب بقى، مش ألف تاني بقى خلاص يعني. اللي ألف ألف من زمان خلاص. ما فيش حالة كده اندماج بينك وبين يعني بيانو أو بتقعد؟ لا في طبعا، أنا عندي الآلات موجودة والاستوديو بتاعي موجود، بس يعني طبعا ما بقاش زي الأول يعني. مش زي الأول؟ لا خالص. ليه احنا رغم التقدم اللي بقينا موجود بقى في اجيال واجيال بقى بتجيد اللغات وتقدر تدخل على الميوزك بشكل كبير، بس ما بقاش عندنا الفرق الاجنبيه زي الاول رغم انه العالم دلوقتي مفتوح اكتر يعني؟ لانه الذوق العام اتغير برضو. نوعيه السهر زمان مثلا كان في شباب دايما يروحوا عمر خيام في الزمالك، المركب، اسكندريه، السلام لك والحرام لك وسان ستيفانو، يعني كان في كده يعني البيئه كانت محتضنانه جدا في الوقت ده، وما كناش لسه مطلعين يعني، ما كانش لسه في الموسيقى الغربيه تحت ايد الناس قوي، فكان سهل يغنوها ويبقى فيها تاثير اكتر يعني. كنا نجوم يعني اياميها. الناس اتغيرت والذوق العام اتغير والدنيا اتغيرت يعني جدا. ايه الدور اللي نفسك تعمله في التمثيل؟ يعني الشخصيات اللي بدات تعملها يعني مؤخرا وعملت تاثير كبير بين الناس، الناس شايفاك دلوقتي انه في المرحله دي لطيف قريب منهم جميل. يعني حتى اختيار الاسم على فكره لايق على شخصيتك في المسلسل. هو بصي، هو انا شكلي طيب الظاهر، فالادوار بتيجي كلها شبه كده، بس انا نفسي اعمل بقى ادوار شرير مجرم عشان اثبت ان انا ممكن تعمل شر. اعمل شر حتى يبقى لطيف ان الواحد شكله كده ما يبانش عليه انه مجرم ويطلع مجرم في الاخر. يطلع مجرم أو عايزه اقول لك حاجه، احيانا دلوقتي بيبقى الشرير اللي هو اتغير شكله، هو الشرير ما بقاش الشرير بتاع زمان بالظبط، يعني مش عادل ادهم يعني. لا لا لا، فالشرير بقى طيب جدا بس بيلسع. طبعا يعني طبعا. فانت عايز يخدع. تعمل الدور ده جدا. عندك اي حاجه مشارك فيها في رمضان السنه دي؟ شوفي انا بعمل مسلسل تاني بصوره، ليا فاضل لي يوم واحد، يوم 27 يعني بعد بكره ان شاء الله. انا مش عارف اذا كان هينزل في رمضان ولا لا. يعني انا ما بسالش قوي المسلسل نازل امتى. حتى مراتي تقعد تتخانق معايا نازل امتى، ما اعرفش. أيوة. عارف ايه؟ ما اعرفش. انا بعمل الدور والشخصيه وخلاص. انا من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت. اروح رايها ايه في دور عم جميل؟ لا هي مبسوطه جدا بيا، وحاسه ان من اكبر المؤيدين ليا يعني الفانز بتوعي هي مراتي طبعا. عاجبها الدور ده؟ انا عاجبها عموما يعني، بتشجعني جدا. بتشجعك في دي جدا، فظيعه رهيب. كان عندك دور كمان تاني اعتقد، كان مسلسل مع نيلي كريم وكنت طالع لسه عايز تتجوز وتحب، كانت عايده رياض. عايده رياض وبرده كنت طالع راجل متعلم موسيقى ده كان قريب منك برضو، قريب من شخصيتك؟ لا قريب من شخصيتي ازاي؟ لا قريب من شخصيه الملحن والمدرس موسيقى. هم ما ركزوش قوي ان انا ملحن قوي يعني، هم بس انا ملحن في المسلسل كده. طلعت بعزف عود في الاول، هي شافتني في الاول. أيوة وانا بلعب عود وبتاع، فانا على فكره ما بعرفش العب عود. لسه كنت هسألك السؤال ده. ما بعرفش العب عود، انا عملت نفسي بلعب عود بس. حتى ناس كانت فاكره ان انا بلعب عود، انا بس بلعب مع الريتم ومع المزيكا انا عارفها، فشكلي كده مظبوط. أيوة. بس انا العود تكنيك تاني. خالص ما اعرفوش، انا اي حاجه ابيض واسود العبها، انما غير كده ما اعرفش. ابيض واسود تلعبها؟ طب خلينا ناخد فاصل ونعرف برضو شخصيه الفنان نبيل علي ماهر، هل يا ترى هي ابيض واسود يعني تحتمل الشكلين؟ خلينا نكمل بعد التاسعة ونشوف حكاية عم جميل موجود في التاسعة مش موجود في المسلسل دلوقتي بعد الفاصل.
الحقيقة مع الفنان نبيل علي ماهر، لأن عنده مناطق كتيرة جدا نتكلم فيها، فبنبقى عايزين نروح لكل المناطق نكلمه فيها. خليني أرحب بيه مرة تانية فناننا الجميل، أنت منورنا. ربنا يخليك يا نورك. ويمكن بجري معاك في حاجات كتير، لأن أنت عندك مراحل كتيرة قوي مشيت فيها. يعني التمثيل والموسيقى وكله تحت الفن. أنا عايزة أقف عند المرحلة بتاعة الفور إم، لأن دي بالنسبة لك بقى كانت يعني مرحلة تعاون فني، وبعدين دخلت بيها للأسرة. جت إزاي بقى؟ شوفي، أنا لعبت فرق غربي كتير قوي من سنة 70 لغاية سنة يمكن 90. 20 سنة تقريباً. 20 سنة بالظبط. فتنقلت من فرق لفرق 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 لفرق، لعبت مع فرق كتير قوي 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 قوي، كان اخرهم فرقه الكاتس. والكاتس بعد البتيشو، يعني البتيشو الاول وبعدين الكاتس، والكاتس كانوا بيطلعوا الفور ام، وانا ما كنتش عايز العب شرقي، فكنت في الفتره الاولانيه ما كانوا هم يطلعوا الفور ام وانا مش عايز العب معاهم مع الفور ام. وبعدين لقيت نفسي قاعد زنهار كده في التيك فايف، هم بيشتغلوا وانا قاعد لوحدي، هم بيقبضوا وانا ما بقبضش. يعني زهقت. وبعدين ابتديت اتعرف عليهم بقى في كواليس المسرح، الناس لطيفه جدا وبتاع. انا طبعا عارف عزت من زمان، طبعا من البيتيشا عزت كان موجود فيها. ما انا دخلت مكانه، بس عارفه من زمان، زميل يعني مشهور جدا. ما لفتش بقى نظرك الاربع بنات الحلوين دول؟ ما كانوش موجودين، هم انا ما اعرفهمش. أيوه. فلما ابتديت اتعرف عليهم وبتاع لقيتهم لطاف جدا، وابتديت اتعود عليهم واشتغلت بقى معاهم وكده. وبعدين بقى بعد 5 سنين صداقه مع ميرفت، معاهم كلهم يعني، بس قصه الحب بدات ازاي بقى مع ميرفت؟ ما تفهميش القوي في الاقوى منه بقى. في بصي، احنا كنا اصدقاء. القوي في الاقوى منه يعني هي يعني هي معرفش ضحكت عليا ازاي، خليني احبها. يا ميرفت اللي ضحكت عليك. مش عارف. طب انا هتاكد. لا لا لا, لا 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 هي ما ضحكتش ولا حاجه. هو انا كانت صديقتي جدا، وكانت تشوف عندي علاقات وتقعد تزعق لي وبتعمل مع دي ليه كده وتعمل مع دي مش حاجات كده. وبعدين قلبت الحكايه فجاه بدون اي سبب مفهوم يعني. وقلت لها، هي كانت بتنصحك. بتشتمني كمان وتقول لي ما تعملش كده ولا حاجه، بايظه جدا. وكنت انت لسه ما حسيتش بمشاعر؟ لا، ما فيش حاجه. احنا قعدنا 5 سنين اصدقاء بس، أصدقاء كده، ما فيش حاجه. وكل مصايبي شايفاها. فعرفت كل الحياة. فهو ده يمكن ده السر بقى في استمرار، واحنا بقى لنا الحمد لله يعني. امتى قلت لها انا بحبك؟ قبل ما نتجوز على طول يعني. قبل ما نتجوز على طول؟ تقريبا. قبلها بشويه؟ يعني انا هتاكد من الكلام. 4 5 اشهر يعني. انت دلوقتي مش عم جميل، انا هتاكد دلوقتي. انت هتكلميها ولا ايه؟ معايا الجميله دكتوره ميرفت ابو عوف، زوجة الفنان نبيل علي ماهر. مساء الخير يا ميرفت. اهلا 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 استاذه شبكي. انت عارفه انا ضعيفه امام عائله ابو عوف كلها. الله يخليك يا رب. انت عارفه يعني، وطبعا يعني عملي مع دكتوره عزت ابو عوف لسنين في الاعلام خلاني على طول ببقى حاسه ان انا كده جزء من العيله دي. طبعا هو حضرتك عزيز عليه وعلينا جميعا، الله يرحمه. طب قولي لنا بقى، الكلام اللي سمعتيه ده من الفنان الجميل عم جميل ده كلام صح ولا انت عندك اعترافات اخرى؟ لا والله، هو طول عمره يعني، انا طول عمري ما عنديش اصدقاء ولاد الحقيقه. وانا كنت حطيت علاقتي دي مختلفه عن بقيه الفرقه، لان بقيه الفرقه كانوا متربيين في بيتنا مع عزت، لان طبعا سنهم كانوا قريب. نبيل اصغر حد كان في الفرقه، فلما دخل كان رخم شويه كده، ما كانش عايز يعرفنا خالص يعني. اللي هو بيقول كان بيبقى قاعد في الكواليس. أيوة. ومش عايز يشتغل. أيوة. وبعدين بقينا اصحاب قوي، سافرنا بقى سفريات كتيره جدا، وبقينا اصحاب جدا جدا، واصحاب اخواتي كمان منى ومنال ومها الله يرحمها. والحقيقه هو زي ما هو كده، بس فعلا فعلا كان يعني كان في ليه كده تصرفات طائشة. يعني قعدتوا 5 سنين اصدقاء بس. والله امتى قال لك انا بحبك وعايزه اتجوزك؟ والله قال ما تيجي نتجوز. فانا كمان فاجئت باني انا بقول له يلا، يعني ال ال كان واضح ان العلاقه
تحولت الى علاقه اكثر من صداقه من غير ما حد يقول التاني يعني. من غير ما انتوا الاثنين تحسوا يعني بالظبط كده. وده من الحاجات المميزه جدا لان ما كانش حد فينا بيرسم على التاني او بيحاول يبقى أيوة. شكله احسن من حقيقته. هو شايف انا ايه وانا شايفه هو ايه وكان في صداقه عميقه وشيء متهالي من اهم اسباب النجاح يعني في العلاقات الزوجيه عموما. صح يكون في صداقه صداقة جميلة. وبعدين كمان الفن كان جامعكم والموسيقى ونفس الشيء يعني. طب أنا عايز أسألك أنت رأيك إيه في بقى كممثل يعني دلوقتي نجاحه في مسلسل حالة خاصة جدا دور عم جميل رأيك فيه إيه؟ لا طبعا أنا من زمان جدا وهو يعني مع الفور أم هو عملنا ثلاث أعمال اثنين مسرحية وواحد فيلم تلفزيوني وهو كان بيعيش الدور وادوار يعني ادوار سنه كبير وكان دور منه كان طالع متجوز الاستاذه امينه رزق ويعني عمل ادوار مختلفه ودايما شاطر والكل كان بيشهد له الحقيقه مش احنا بس حتى اللي كانوا متخصصين في الفن يعني. انما هو ما كانش ابدا يعني كان الدم كان ساعتها مركز تماما مع في المزيكا وكان يوزوين تاني يعني كان بيعمل كان شغال كويس قوي في المزيكا فمركز ما كانش مركز قوي في التمثيل. انما عم جميل حاله مختلفه لانه أكيد. يعني حقيقي كل حد لازم يكون في حياته عم جميل لانه كلنا عايزين عم جميل صح بالظبط كده وهو يشبه له قوي يعني يشبه له من طيبته من السنسيرتي بتاعته. هو عم جميل في البيت هو عم جميل في البيت والله يعني هو طيب يعني هو اخلاقه طيبه جدا وهو دايما من الناس اللي بتحب الخير للناس قوي بتحب الطبطبه بيحب يكبر لما حد يبقى مضايقه فعنده طباع الحقيقه يعني طباع ادميه عاليه قوي يعني البني ادم فيه عالي قوي والله بتكلم كده على انه جوزي يعني. طبعا عايزه اقول لك انه زوجتك تبقى بتشكر كل هذا الشكر ده مبلغ قبل ما انزل دي حاجه دي حاله رائعه يعني حبيبتي. انا بحب هذه الحاله دايما وببقى سعيده لما تبقى البيوت فيها الالفه الحلوه دي يعني. الله يخليك يا رب شكرا جزيلا. طيب انا تحبي تسالي سؤال فني ايه رايك؟ يعني سو فار اكتر عمل يعني لو انت بتضخم على اعمال نفسك تعمل عمل زيها انا عارفه ان انت عايز تعمل دور شرير ايوه انما اي نوع من الشر وخدي بالك لو عمل شرير خدي بالك بيتاثروا ايوه خلي بالك بقى تبقي تاخدي اجازه في البيت اكيد يعني. طيب احنا هناخد الاجابه منه وانا بشكرك شكرا جزيلا نورتينا دكتوره ميرفت ابو عوف ودايما كل التحيه لكل عائله ابو عوف اللي بنحبهم وبنحترمهم دايما بشكرك شكرا جزيلا شكرا. ايه رايك يعني ايه الدور يعني عايز تعمل ايه بقى شر ايه يعني طبعا اصله في اساطين شر في الفنون المصريه يعني في السينما او الدراما المصريه زي محمود المليجي او عادل ادهم او صلاح منصور اساتذه جبابره يعني فاحنا مش هننقي بقى يعني أيوة ان شاء صح. الله خير ان شاء الله خير بس ان شاء الله خير بس هو الدور يجي يعني الدور يجي بس ان شاء الله يعني انا احب قوي اصلا شوفي يعني ال الواحد يتحصر في دور معين او في طريقه معينه كده بتحد من مواهبه فانا خايف انا طبعا لسه بقول يا هادي انما يعني خايف لا يحصروني في حكايه الطيبه دي فانت عايز يبقى عندك تنوع اكتر عايز بس مين عارف انت كمان يعني وجود المخرج برضو بيقدر يساعد فانت ما تقلقش لو جه دور الشر هتلاقيه ان شاء الله سكة وانا في شر كامن جدا في شخصيتي يعني ايوه مش هفضل عم جميل كده الطيب على طول لا يعني. لا لا في الانسان عموما في كل الانواع اكيد يعني انت نورتنا النهارده بجد واحنا سعداء بيك جدا وبتعمل ادوار كتير مختلفه ومتنوعه وانا متاكده انه الفتره اللي جايه هنشوف لك اعمال كتير اكيد مختلفه ان شاء الله ربنا يخليك يعني هذا التنوع ما تحبش تعمل حاجه ما بين يعني تطلع بقى موسيقي شرير يعني يبقى في برضه ماسك الموسيقى تبقى داخله في عمل لا خالص لا أنا مش فارق معاك مش عايز بالعكس انا عايز تبقى عايز ابعد خالص عن عايز تروح مجال تاني خالص
يعني تختبر نفسك في مناطق تانية زي ما انا ممثل خلاص بقى، مش عايز ارتبط بان انا موسيقي. حتى لما طلعوني في مسلسل كده ان انا بقى موسيقي وبتاع، ما كنتش جوايا سعيد، حاسس ان ده عادي يعني ما فيهوش تشالنج. لا يعني ما هو انا موسيقي طول عمري، فمش عايز انا اطلع موسيقي، ما مش عايز دور تاني، عايز ادوار تانية. ايوه ممكن تطلع مذيع، ايه رايك؟ يا ريت احنا نطول تعمل دور تاني. انت نورتنا. وقول لي بس عم جميل هيجرى له حاجه؟ هي كلها فاضل حلقتين يعني، مش عارفه تصبري لسه. هستنى هستنى لسه الحلقتين. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وبجد خليت كلنا عايزين عم جميل في حياتنا، او احنا حسينا انه ليه ما فيش في حياتنا عم جميل. ربنا يصلح الحال ويبقى عندنا مليون عم جميل. مليون عم جميل. بشكرك جدا فنان نبيل علي ماهر، دايما بكل التوفيق، نورتنا في التاسعة. متشكر قوي دكتور. والنهارده التاسعة الحقيقه كان متنوع، حاولنا نقدم لكم عدد من الفقرات وبنستمر، الرحله لازم تستمر ولازم نفضل. انا دايما بحس ان مصر ولاده، في كل فتره بنلاقي حاجات حلوه موجوده صدقوني، بس علينا ان احنا نبحث وندي كل حقه يعني الناس الحلوة اللي بتعمل حاجات حلوة في حياتنا، نديهم كل التقدير بإذن الله. غدا تتجدد التاسعة مع حضراتكم بإذن الله الزميلة هدير أبو زيد. أما أنا ألقاكم الخميس المقبل، تصبحوا على ألف خير. كريم رمزي يكمل بقى في الكورة، وإن شاء الله كله خير. تصبحوا على ألف خير.